تمام، وصلنا لعند النيوتروبينيا، وعلاجها هاي كتير سهل. هم two classes، الجرانيولوسايت كولوني ستيميوليتينج فاكتر والجرانيولوسايت ماكروفاج كولوني ستيميوليتينج فاكتر. هاي في منها دواء واحد اللي هو سار جراموستم، وهدول ثلاث أدوية في الجراستيم، تي بي او في الجراستيم والبي اي جي في الجراستيم. فوزوهم زي ما بدكم مش مشكلة. تمام، هذول ببساطة الأدوية شو بيعملوا؟ بيروح على البون مارو بيحكوا له اعمل لنا ستيميوليشن للجرانيولوسايت برودكشن. لما يصير ستيميوليشن للجرانيولوسايت برودكشن بيزيد عنا نيوتروفيل كاونت، تمام، وبالتالي بيقل عنا الديوريشن والسيفيريتي اوف نيوتروبينيا. وبس، صلى الله وبارك. هلا هدول التو ايجنتس ما فيش في بيناتهم فرق من ناحيه الافيكاسي، ولكن من ناحيه الدوزنج بيختلفوا. هلا بحكي لكم كيف، شو الثيرابيتك انديكيشن تبعهم. نعطيهم كبروفيلاكسس، وقايه بعد الكيموثيرابي او البون مارو ترانسبلانتيشن، نعطيهم لوقايه من النيوتروبينيا مشان يحسنوا عنا النيوتروفيل كاونتس. طبعا نعطيهم بعد 24 ل 72 ساعة من الكيمو، بنضل نعطي الدواء حتى يصير عندي الابسوليوت نيوتروفيل كاونت، ابسوليوت نيوتروفيل كاونت ما بين 5000 ل 10000. تمام، بالنسبة للجرعات بيختلفوا زي ما حكينا. البيك في الجارستريم هذا هو الوحيد اللي بنعطى سنجل دوز، مرة واحدة بعطيه بعد 24 ساعة من الكيمو، هو لونج اكتنج ما فيش داعي لانه سكند او ثيرد سكند دوزنج. بالنسبه للفيلجراستيم والباقي الايجنتس الثانيين بعطيه وانس ديلي بعد 24 ل 72 ساعه من الكيموثيرابي. وبالنسبه للبريبريشنز عندنا الفيلجراستيم والسارجراموستم سبكوتينيوس واي في، والتي بي او في الجراستيم والبيج في الجراستيم هذول بس سبكوتينيوس. تمام، adverse effects عنا bone pain، هذا الموست كمان سايد افكت لإلهم. هلا بنيجي على الهيدروكسيوريا اللي بنستخدمها لعلاج السيكل سيل ديزيز. موضوع الهيدروكسيوريا بسيط جدا، باختصار الهيدروكسيوريا هي عبارة عن ribonucleotide reductase inhibitor. تمام، هذا ribonucleotide reductase inhibitor وظيفته يقلل تكرار حدوث السيكل سيل ديزيز كرايسيس. هلا في بالمرض هذا بيكون في عنا كرايسيس، وهالكرايسيس بتكون مؤلمة فبيقلل تكرار حدوثها. هلا الدواء مش كتير يعني نحكي بيعمل فرق شاسع، ولكن هو بيخفف من التكرار، ولأنها كتير مؤلمة في كتير ناس تمشي عليه. تمام، زي ما هون احنا شايفين الجدول هذا في اللون الازرق الناس اللي اعطوهم بلاسيبو، وباللون الاحمر هم الناس اللي اعطوهم الهيدروكسيوريا. الفرق كان تقريبا 20% تحسن، البلاسيبو تقريبا كان 80 وهنا ما بين 60 تقريبا. هذا هو المارجن او الرينج تاع التحسن، ولكن هو بفرق من ناحيه التكرار زي ما حكينا كثير مؤلم فلازم نمشي البيشنت عليه. شو ما بدا اعمله بيزيد عندنا الهيدروكسيوريا، الشيء بنسميه فيتال هيموغلوبين اف هيك. تمام، هذا بيعمل عندنا شو dilution للابنورمال هيموغلوبين اللي هي السكل. تمام، فبالتالي بيقلل البينفل كرايسيس، وبرضه بيقلل عنا البوليميرايزيشن للهيموغلوبين الابنورمال، فبالتالي
بقل الأنوكسيا أو الهايبوكسيا اللي بتصير عند الكابيلاريز، وبالتالي يقلل البينفل كرايسيس، وهاي ناتجة عن كابيلاري أنوكسيا. ليه بصير عنا أنوكسيا؟ لأن السيكل سيلز هدول بيعملوا بلوكينج للكابيلاري، فبطل في عنا أكسجين. مرة تانية الهيدروكسي يوريا بيزيد عنا الفيتال هيموغلوبين، فبيعمل عنا دايليوشن، بخفف تركيز النورمال هيموغلوبين الموجود عنا، وبقلل أيضا من البوليميرايزيشن تبع النورمال هيموغلوبين، فبالتالي بقل عنا البينفل كرايسيس والبلوكينج للكابيلاري، وبطل في عنا أنوكسيا وبطل في عنا بين للمريض. بحتاج من 3 إلى 6 أشهر مشان تبلش فعاليته. تمام. ميكانيزم اوف اكشن، انكريز فيتال هيموغلوبين، دايليوت السيكل ابنورمال هيموغلوبين، reduce polymerization، reduce sickling and painful crisis need 3 to 6 months. نفس الحكي. Hydroxyurea is usually prescribed by a hematologist using a rigorous selection criteria. Indication of hydroxyurea include the following. Indications of hydroxyurea include the following. Frequent. أنا ما بعطي الهيدروكسيوريا بأي حالة إلا إذا كان ظهر عليه هاي الأعراض، أو إشي frequent painful episodes 6 or more per year. هلا الكرايسيس أو الإبسود بتكون كتير مؤلمة، وإذا تكررت أكتر من 6 مرات في السنة بكون هذا المريض محتاج هيدروكسيوريا. history of acute chest syndrome، صار عنده أعراض أو blocking للكابيلاريز، سوت عنده أعراض في الشست، برضو بنعطيه هيدروكسيوريا. severe vaso occlusive events، نفس الشيء. severe symptomatic anemia، severe unremitting chronic pain that cannot be controlled with conservative measures، نفس الحكي. history of stroke or high risk for stroke، برضو هدول البيشنتس ما متردد بنعطيهم هيدروكسيوريا، ولكن يعني لازم يلتزموا فيه زي ما حكينا من بين 3 إلى 6 أشهر مشان النتيجة تبلش تبين، وبالتحسن بيكون بس 20%. agents used to treat sickle cell disease، side effect تاعونها myelosuppression، cutaneous vasculitis، التهاب بالأوردة أو الفيزلز القريبة من سطح الجلد. هذا الجدول بيلخص الـ adverse effects والmedications، drug interactions ومonitoring parameters. رح نمشي عليه بشكل سريع. cyanocobalamin adverse effects: injection site pain، arthralgia، dizziness، headache، nasopharyngitis، anaphylaxis. هذا الحكي أنتم مش مطالبين فيه الأشياء المكررة، ولكن لو في إشي مميز لكل واحد ممكن نحفظه. drug interaction: proton pump inhibitor اللي هم بنستخدمهم لعلاج البيبتيك ألسر، ممكن يقللوا من الابسوربشن للفيتامين B12. برضو عندنا الميتفورمين، نوع من انواع البيجوانايدز، بقلل امتصاص B12. monitoring parameters: فيتامين B12، فوليت وايرون، إريثروبويتين او ليبويتين الفا. أعراض الجانبية حكينا: إديما، بروريتس، نوزيا، فوميتينج، ثرومبوسيس. التعرض الجانبي تبعه دربي بايتين ألفا دوبليكيشن. هذا الحكي بيحكي إنه لو زادت الجرعة ممكن يصير عنا adverse side effects، نفس الإشي لدربي بايتين. فوليك أسيد، bad taste in mouth، نوزيا، confusion، irritability. التعارض اللي هو مع الكوليستيرامين اللي هو من أدوية الكوليسترول، برضو بقلل من absorption تبعه. الايرون بتعرض مع الاكيد الديفيروكزامين لانه هو اصلا كليتنج ايجنت بنعطيه في التوكسيسيتي. هيدروكسيوريا بتعرض مع الاتش اي في ميديكيشن، سلسليت
بروبينيك أسيد، هذول الأدوية طبعا أنتم مش مطالبين فيهم إلا الأشياء اللي أنتم أخذتوهم، ولكن الدكتور مرق عن هذا الجدول يعني وما حكى عن الدروج انتراكشنز، فبتصور أنتم مش مطالبين فيه. أي سؤال أنتم بخطر ببالكم أنتم بتدرسوا في المحاضرة بعتولي، أنا بكون يعني جاهزة أني أجاوبكم عليهم، وإن شاء الله كل الإشي شرحناه كل النقاط واضحة. إذا كان في عندكم أي تعليق على إشي ما فهمتوه أو أسلوب الشرح برضو احكولي، أنا دائما جاهزة أني أعيد لكم المحاضرة مرة تانية. وموفقين يا رب، ويعطيكم ألف عافية.